حاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحبي يلمس قلبنا وقت اللزوم أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة يعني ايه الفرح. ساعات حلاوة الدنيا تطلع من قلب الجد واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. اوقات بتبان ظالم وساعات بتبان مظلوم. خطوة هتاخده وتمشي فين؟ مين من فينا عارف بقى في عمره لحظة أو سنين؟ وجعنا وجعنا دموعنا وجعنا وضحكة زي الشمس بتشوق وسنين تمر بين السعادة حاضر يا نادية، حاضر. يا نادية ما انتي لسه مكلماها ومطمني عليها. طيب خلاص بكرة هاتي عالية وتعالوا وأنا هدخلكوا تشوفوها. ماشي، مع السلامة. مش بتصدقني لما بقولها إني كويسة، بتحتاج تطمينة من حضرتك. مش غريبة برضو؟ غريبة؟ غريبة ليه؟ وانا مش المفروض الدكتور بتاعك؟ غريبة ان احنا قعدنا السنين دي كلها بنتقابل في المناسبات وبس، ودلوقتي ماما بتكلمك 20 مرة في اليوم. انا الاسبوع اللي قعدته في المستشفى شفت حضرتك اكتر ما شفتك عمري كله. يا امينة، البعد مش دايما معناه جفا. معزتكم كانت طول عمرها جوا قلبي. طيب لا، رايح فين؟ وراك عيادة هتلحقها ولا عيان هتبص عليه؟ لا في الحقيقة أصلي. طيب يبقى مش هتهرب مني المرة دي بقى. أنا صحية كويسة ومش تعبانة الحمد لله، وحضرتك بتقول إن التحاليل كويسة. أسمع بقى. حاضر يا ستي. عايزة تعرفي إيه بالظبط؟ موضوع شاهد ومامتها. تعرفوا من إمتى؟ من زمان؟ لا مش من زمان يا أمينة. نبيل الله يرحمه حكالي قبل ما يتوفى بفترة قصيرة، وصاني عليكم وعليهم. الله يفي الخير. وحكالك ده حصل إزاي؟ والدك الله يرحمه اتعرف على عزة في الكويت لما والدتك صممت إنها تنزل على مصر عشان خاطر مدرستك. بعد كده نبيل رجع من الكويت وخد عزة وشاهد وراح بيهم على اسكندرية وعاش هناك، لأن عزة أصلاً من اسكندرية وكان بيزورهم من وقت للتاني.
ما ليها حق البنت ما تبقاش طايقانا. حاجة تانية كمان لازم تعرف فيها إنه كتب لهم نصيبهم في الميراث بيع وشراء علشان ما يظلمهمش. وإن إحنا نعيش طول عمرنا مخدوعين ده مش ظلم؟ وهم إنهم يعيشوا في السر كده كأنهم غلطة بيداريها ده مش ظلم؟ يا ماما أنا ما ردتش عليكي عشان كنا في السينما وتليفوني كان سايلنت. والله؟ ودخلوك فيلم إيه بقى على كده؟ دخلولي فيلم رعب اللي هو مش بتخليني أتفرج عليه. إديني أبوك يا زياد. لا لا بهزر. كنا بنتفرج على فيلم كرتون. وأكلوك إيه؟ لا لسه هنروح ونتعشى. وخلاص بقى البيت يا زوزي؟ خلص عليك. طب هكلمك بعدين. باي باي. يلا باشا. باي باي. ده بيقولي باي. الواد ما بقاش طايق لي كلمتين على بعض. هو ابوه قلبه عليا ولا ايه؟ طز فيهم. ظنك انت اللي قلب الواد عليك يا حبيبتي. يا ساتر. تليفون ورا تليفون ورا تليفون. اكلت نمت شخيت. يا ساتر يا رب. ارحمي نفسك وارحمي الواد. ده انت بقيتي اسخن من ناديه. جمدي قلبك كده وقوليها بصوت عالي. جمدي قلبك انت وسيبي الواد بقى يتعود على بيت ابوه. يتعود يا اختي. المهم هما اللي يتعودوا. وما تجيش بقى ست هانم تتخانق مع شريف وتقوله معلش اصل ابنك بيضايق بنتي بيزاحمنا في الهوا اللي بنتنافسه. اهي الفاسله جت اهي. عايزه ايه يا المسا انت كمان؟ مش عايزه حاجه. زوزو في اكل ولا مش عاملين حسابي؟ في بس انا بتفرج على الفيلم مش هسخن لحد ومسخن النفس. زوزو مش قادره والله العظيم. طب هي ماما فين؟ امك يا اما بتستحمى يا اما نامت معرفش. بتبص لي كده ليه؟ مش مرتاحه لك يا لولو. بقالك كام يوم كده ليل ونهار وانت مطلوقه في الشارع. كل ما اقول لك تعالي نخرج سوا اطلع لك تقولي مش فاضيه. ايه ده على سني كنت بفخك جنبك قبل كده يعني ولا ايه؟ قلت لك بساعد ناس صحابي في مشروع بتاعهم. اه وبتقبضي بقى ولا بتساعديهم كده لوجه الله والوطن؟ باخد نسبه. تجاره حشيش دي ولا ايه؟ اه حشيش. عايزه؟ شفتي الواد زياد ابني؟ اتغير خالص بعد ما راح لابوه، ما بقاش طايق لي كلمتين على بعض. طب وديني اللي اسحب منه الموبايل اللي قاعد يزن علشان اجيبه له، وبعد ما اجيبه له يقول لي باي. ساره بقول لك ايه؟ انا من الصبح عماله اسمع ارغي بني ادمين، مش قادره بقى خالص على فكره الاعترافات الليليه دي. انا هقوم اسخن اكل، تاكلي معايا؟ ولا تنامي خفيفه يا قلبي؟ لا هاكل وهنام خفيفه عادي يعني. وريني كده تمام؟ يمين سيكا بس من شوية؟ ماشي يعني دلعي. وأنا اللي كنت بقول إن هبة المجنونة. واضح إن الكيماوي بيحصل لكم أخوكم. مش أنت اللي قلت خلاص اطلبي اللي أنت عايزاه؟ أولاً دي كانت عزومة مراكبية عشان تفردي وشك. ثانياً كان ممكن تطلبي كتاب فيلم. إنما تقولي لي عايز آكل برجر على النيل. فيلم؟ ده أقصى الصياعة عندك؟ آه عشان البرجر هو آخر الصياعة. بس يا أمينة بس يا أمينة. أهو مرسي. برجر من غير جبنة من غير بصل ميديوم ويل بطاطس محمرة. أي حاجة تانية؟ فين صوص الباربيكيو؟ مش شايفاه. باربيكيو صوص طبعا. باربيكيو صوص اتفضلي. باربيكيو صوص. ماشي يا امينه ماشي. شوكه سكينه؟ لا شوكه دي. بقول لك ايه؟ ما تبصليش كده. انا مش يوم اموت اموت عشان زورت وانت بصالي في الاكل. لا بقول لك ايه؟ تحكي لي اي حاجه. اي حاجه ازاي يعني؟ مش عارف. كلميني عن شغلك. ولا بقول لك ايه؟ كلميني عن انتمتك. اسمها ايه؟ ساره؟
سارة؟ أقول لك أنا مش قادرة أفهم حاجة من التقارير دي. أكيد طبعاً، قصدي يعني دي تقارير طبية وأكيد مش هتبقى فاهمة فيها حاجة، بس أنت اللي صممتي تشوفيها الخلاصة. أمينة النتائج بتاعتها كويسة وهي كمان كويسة، في ناس تانية بتبقى تعبانة أكتر من كده بكتير. أكتر من كده إيه؟ دي ما بتاكلش ولا بتشرب، أنت مش شايف لون وشها عامل إزاي؟ يا نادية دي أعراض طبيعية وسبق اتكلمنا فيها قبل كده، عشان أنتوا تبقوا متحضرين ليها نفسياً. مش عارفة أعمل لها إيه؟ نادية ما ينفعش اللي بتعمليه في نفسك ده، ما ينفعش أمينة تشوفك بالشكل ده. وبعدين إحنا سبق وقلنا الزيارات دي عشان تقويكي وتقويها. مش بإيدي، مش بإيدي. أنت كنت عايز تقول لي حاجة؟ لا لا مش حاجة مستعجلة. يلا بقى عشان تلحقي تشوفيها. سوري صحيتك. لا لا مفيش حاجة، أنا أصلا نايمة من كتر الزهق مش من كتر التعب. وحشتيني. ألحق بقى أقول لك موجز الأخبار قبل ما أنكل عادل يجي ويشدني ويطلعني بره. ماما جت معاكي؟ أه طبعًا، قاعدة تحت مع أنكل عادل بتقرره. والله العظيم الراجل ده لو قفل العيادة وطلع على المعيش هيبقى بسبب أمك. أنت كويسة؟ ياه. وريني بقى جبتيلي إيه؟ بس يا ستي بعد التحية الذي منه انت وحشاهم كلهم ونفسهم يشوفوكي. وزوزو المرة الجاية هتيجي مع ماما وسارة كمان لو زياد خلص المذاكرة بتاعته. سارة بعتلك ده وبتقولك عليه أول 3-4 أجزاء من حريم السلطان عشان لما تطلعي تشوفي معاها الجزء الأخير. وزوزو بقى عملتلك الكوفية دي زي بتاعتي بالظبط وبتقولك إن هي اختارتلك اللون عشان انت ما اخترتوش معاها. واخيرا وليس اخيرا واحد صاحبي فنان بوهيمي كده في نفسه اختار الكتاب ده وقال ان هو هيغير نظرتي في الحياه. قريت منه اول 17 صفحه وبس انت عارفه ان انا ما عنديش خلق بصراحه على القرايه. يا بنتي بقى قولي رايك فيه ايه. بس يا ستي خلصت فقره السحر، قولي لي انت بقى ايه عامله ايه. تضحكوني قوي لما بتسالوني السؤال ده. اكون عامله ايه يعني؟ محبوسة في أوضة وفي دواء متعلق في جسمي. بس يا ستي احكي لك ايه؟ احكي لك على الاكل اللي مش عارفه اكله ولا على الزهق اللي هيجنني؟ انا اسفه يا مايا والله العظيم مش قصدي. جدك نايم ما حبيتش انده عشان ما صحيهوش. تعالى كل برتقاله لما اخلص المذاكره. يا ابني كل الامهات بتتحايل على عيالها انهم يذاكروا الا انا بقول لك كفايه وقوم ريح. لما اخلص الهوم ورك. هو انت مش كنت هتعمله في الويك اند عند باباك ولا هو رجع في كلامه؟ لا هم هيعدوا عليا ياخدوني من المدرسه. هم؟ اه ده اللي هو باباك ومراته؟ اه. قومي يا زياد البس لك لوك في رجلك يا حبيبي. الأرض ساقعة قوي عليك. آه الأرض ساقعة وممكن تاخد برد وتعدي أختك. ولا أنتوا مش بتناموا في أوضة واحدة؟ لا هي أوضة واحدة. قولي بقى يا زيزو لطيفة طنطك؟ نعم لطيفة. ها قومي يا زياد يا حبيبي خلص مذاكرتك. قومي لسه ما أكلش البرتقال. هياكله بعد العشاء يا سارة. قومي يا زياد عشان تلحق تنام بدري. واخرتها ايه بقى؟ واخرتها عملت انا ايه عشان تقولي لي واخرتها؟ هتقعدي تقعدي الواد كده قدامك كل يوم وتقرريه؟ الواد فاهم على فكره.
طب ما يفهم وانا بعمل حاجه غلط؟ انا عايزه اطمن عليه. يا ساره ما خلصنا. الواد قال لك انه مبسوط وسعيد وان ابوه ومرات ابوه بيعملوه احسن معامله. هتقعدي كتير تحكي في المحكي؟ خلاص يا ماما خلاص. انا هنام هتخبط. اتفضلي وانا هعشي الواد. هتعشي؟ ايوه. اوكي. صباح على خير. حضرتك من اهل. الأغنية حلوة قوي. معلش يا عليا احنا لازم نمشي دلوقتي. ليه ما في حاجة؟ لا ولا حاجة، ليلى عايزاني أعدي عليها. خلاص 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 يا حبيبتي أنا جاية أهو. أنا جاية هوصل بس حد معايا وجاي لك على طول. ماشي يا حبيبتي. أوكي خفيف. يلا يلا. هي عندها كم سنة؟ 8. أنا كنت فاكر إن أنا هحكي لك. معرفش، هو تقريبا فاهم إن أنا أي حد عارفني عارف ليلى يعني. أنا آسف. لو آسف ليه؟ ما أنا لو بطلت أرغي كل مرة أشوفك فيها وأقعد أحكي لك عن مشاكلي كان أكيد جات لك الفرصة إنك تقول لي. أنا أصلا أول مرة أخد بالي إني معرفش عنك حاجة أوي. ما إحنا اتفقنا بقى الفترة الجاية دي إحنا هنعرف بعض أكتر. هو انت مامت ليلى؟ الله يرحمها. اسف عليا ان انت عرفتي بالطريقه دي طبعا. اسف خروجه باظت قبل ما تبتدي. بس انا مفيش حاجه في ايديا اعملها. ليلى ما بتعرفش تبات عند اي حد حتى جدتها. بس انا ممكن اعوضها لك يعني، ممكن انزل بكره لو حابه. تمام. تمام. قلت لك اصلا من الاول ما تجيش وانت شبطتي. ايه شبطتي دي؟ وبعدين انا زهقت يا فاصله. انت خلاص بقيتي بتخرجي من غيري مش عارفه طولك. ساره هو انت لحد دلوقتي ليه مش مع حد؟ يا بالي عريس ولا ايه؟ لا يا اختي الكلام ده بتاع امك بتاع انا. يعني سيبك من ان شريف وضيع. ايوه وقعدك في الرجاله كلها وخايف ان ياخد منك زيد وكده. ما شاء الله. طب ما انت عندك مفهوميه. فين السؤال يا ماما؟ قصدي يعني العلاقه مع حد كان متجوز قبل كده ومخلف زيك كده مش بتبقى صعبه؟ لو كان الطرف التاني ما مرش بنفس التجربه ومخلف عيال برضو، فاهم قصدي ايه؟ يعني ممكن ما يبقاش مثلا لطيف مع زيد برضو عشان هو ما مرش بنفس التجربه دي. عشان هو ما مرش بالتجربه دي. انت محسساني ان انا عندي جرب على فكره. ده ان انا غلطاني اصلا بحاول اتكلم معاكي في حاجه مهمه. يخرب بيت الغباء يا شيخ. لا انا اللي غلطانه ان انا بتكلم معاكي في موضوع زي ده. انت فاسله جدا. انت عارفه انت اخرك ايه بقى؟ اتجوز دلوقتي ولا استنى لحد ما هو يخلص كليه؟ ولو اتجوزت اخلف دلوقتي ولا استنى سنتين؟ ماشي حبيبتي سيبنا لك الكلام ده ليكي انت. هتهزه هزه في عيني. هتيجي معايا بقى ولا هتركني؟ ايه ده انت هتجري تاني؟ اه لا شكرا انا فيصت. اتبري يا حبيبتي اكتر ما انتي مبريه. باي باي. يا سلام. ما انا قايله لك يا شريف ان انا عامله حسابي ان انا اوديه بكره ديزني شو ده. يعني انت جبت التذاكر ولا لسه؟ لا حجزتها وكنت خلاص هدفع الفلوس واجيب التيكت. طيب كويس ان هي لحقناكي. رشا جابت التذاكر خلاص وعملت حسابه معانا. يعني ايه جابت التيكت خلاص؟ هي مراتك دي بتتصرف كده من دماغها؟ وبعدين ايه الحنيه اللي نزلت على دماغها دي فجأة؟ لو سمحت اديني زياد. الو؟ ايه يا زياد؟ انت مخلي باباك يكلمني بدل ما انت تكلمني وتقول لي؟ انا عشان كنت عارف ان انت هتوديني فقلت له يسألك الأول. اسألني؟ انت بتقولي اسألني؟ يعني انت عايز تروح معاهم؟ طز فيك. انا عايزة اروح معاكي أو مع بابا. روح يا حبيبي واتبسط يا كشاولة. أنا لو سمحت بقى خلي باباك يوصلك بعد الشو على طول عشان عندك مدرسة بدري. ده لو ما يضايقوش. باي يا زياد.
ايوه ماينو. يا ماينو انت يا بنتي جايبه الوطو ده منين؟ والنبي انا ما ناقصه تقطيم عشان انا فاضل لي 3 ثواني اولع في نفسي. ما انا كنت ماشيه بدماغي، قلت له عقله وفكر في مصلحه الولد. اتفضلي اهو. طب من غير ولوله كده فهميني في ايه؟ زياد ناقص يقول لها يا ماما. والله انت اوفر. هو انت مش كنتي خايفه ان زياد رايح لامنا الغوله؟ دلوقتي متضايقه انها كويسه معاه؟ مش عارفه بقى، انا عايزاها اتعامله كويس، بس في نفس الوقت بغل وبغلي كل ما بحس ان هو مبسوط وهو هناك. ده ابني يعني اكدب؟ ساره زياد بيموت فيكي، انت امه يا بنت، مهما راح وبسط مش هيحب حد قدك. مش هتخفي وترجعي بقى؟ وحشتيني. وانت كمان كلكوا. امين انت كويسه؟ أنا تعبانة شوية. مالك يا حبيبتي؟ في إيه؟ لا أبداً، عندي دور كانسر. بس أنا كنت حاسس إن في حاجة أنت مش قايل لي عليها. اقول لك ايه يعني؟ عندك حق، اصل هتقول ايه يعني؟ ربنا يشفيها. بس يا اخي انا اخر مره شايفها معاك كان شكلها ما يبانش عليها خالص، سبحان الله. عامه ربنا ستر، وكويس انك عرفت انتوا لسه عمال. بر ايه بس؟ ده احنا كنا خلاص بنجهز لكلب الكتاب وقاعدين فرح. يا عم ربنا يديها الصحه وتعملوا كده. بس يعني المسؤوليه بيني وبينك وانتم متجوزين غير وانتم مخطوبين خالص. وبعدين واحد تاني غيرك كان خلع، كان قال يلا نفسه. انا مالي ده؟ لو واحد وطي وانا مش كده، وامينه ما تستحقش مني ده برضه. ماشي تمام، انت راجل مستجدع واقف جنبها مع ان حياتها هتكفر فيه. بص انا كل اللي بقوله لك هتسيب لنفسك مسافه عشان حسيت ان الشيله تقيله تعرف تخلع. اخلع ايه يا عم؟ ايوه تخلع، ما حدش ممكن يلومك اصلا، لان الموضوع مش سهل. عامة بقول لك ايه، خلينا نشوف وربك يحلها من عنده. روق بقى. لما ما رديتيش قلت اكيد نزلت تتمشي. انت ازاي دخلت هنا؟ ازاي دخل؟ دخلت ازاي؟ حطيت ايدي على الاوكرا، فتحت الباب، دخلت. لا بجد انت ازاي دخلت؟ اتكلمت مع عمك، قلت له اننا اصحاب وطلبت اذن بالزياره. عمنا؟ هو وافق عادي؟ لا طبعا، يعني شحت كتير، قلت له ان انا تعبان جدا، يعني استخدمت كارت الكانسر. هو انت ازاي واخد الموضوع كده بالبساطه دي يا سليم؟ امال عايزين ناخده ازاي؟ نكد ودراما؟ انا حاسه كده. يعني انت عملتي فقره العياط واشمعنى انا وليه انا وكل الكلام ده؟ طب ما قلتليش ليه؟ كنت جيت صورت واتفرجت. لا لا انت تعبانه، انت تعبانه، ريح تعبانه. طب انت ليه مش تعبان يا سليم؟ ايه السواد ده؟ ليه؟ مش قصدي، انت فاهم قصدي ايه؟ بص يا ستي، لما الدكتور شخص الورم اصر ان انا اعمل العمليه على طول. يعني ولما قال لي على الاعراض الجانبيه ونسبه النجاح والفشل طبعا رفضت. قام هو رزعني البق بتاع الافلام وقال لي انت خلاص فاضل لك 6 شهور وخلاص. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ مفيش. عد 7 شهور ودينا قدامك زي القرد. طب وانت ليه خايف تعمل العمليه؟ انا مش خايف، انا مش موافق. انا اول ما عرفت ان الورم اللي جالي خبيث مش زي اول مره. ها؟ ما انا جالي ورم في الدماغ قبل كده وعملت عمليه، وعلى فكره التعافي منها مش سهل، بس المره دي الموضوع اصعب. يعني جالي ورم في مكان اخطر، يعني في احتمال حتى لو عملت العملية وقمت منها يجي لي عكس. فعلى ايه بقى؟
ايوه بس انت لو ما عملتهاش. لو ما عملتهاش هموت. وانا قلت حاجه عيب؟ اه هموت وكلنا هنموت. ايه الجديد؟ هو انت بتبقى جد امتى يا سليم؟ يوم الخميس الساعه 4. طيب انا نسيت اصلا انا جاي ليه. بصي يا امينه، امبارح لما اتكلمنا كنت متضايقه، انا فكرت ان انا اجيبها بس مش عارف هتحتاجيها ولا لا. ماشي شكرا، واسفه على النكت بتاع امبارح بالليل، بس انا صحيت ونهرت وعرفت انك بعت لي مسج فقلت اكيد صاحي، معلش جت فيك. لا لا تمام، انا بعد كده هقفل موبايلي بالليل. امينه ايه رايح فين؟ كفايه النهارده، بس انت ارتاحي. ماشي ماشي يلا سلام. سلام. هاي كريم، ازيك؟ لا ابدا، بس كنت مشغوله اليومين اللي فاتوا كده شويه. لا لا لا، مفيش حاجه، مفيش حاجه مضايقاني ولا حاجه، انا بس اللي كنت عايزه اقول لك معلش، يعني كنت اوفر بس وتعصبت الفتره اللي فاتت. بقول لك، هو المطعم بتاع صاحبك فين؟ بس ايه حسن المكان الحلو ده؟ عرفته ازاي؟ عرفته ازاي؟ ايه؟ عيب عليك، ده شغلي. ايوه بس اللي اعرفه ان شغلك ليه علاقه بالمطاعم بالفنادق، يعني عمري ما كنت اعرف انك ليك في اكل الشارع. لا لا لا، ساعات نفسي بتلفني كده وببقى شبح يعني. طب حسن، هو انت قفشت عشان كنتش برد عليك؟ لا 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 بالعكس خالص، ده انت ما طولتيش، انا قلت انت في قفشه زي دي هتقعدي لك 10 ايام على الاقل. الثقه الاوفر اللي في نفسك دي بقى؟ لا مش واثق في نفسي، انا واثق فيك انت. يعني ايه؟ يعني يا ستي انا كنت متاكد انك هترجعي تتكلمي عشان تفهمي هو في ايه بالظبط. فجاه لقيتيني كنت متجوز ومخلف من غير فرق السن اللي بينا. ايوه بس انا مش صغيره. لا انت مش صغيره، انا اللي كبير. لا بجد حسن مش صغيره. المهم يعني قصدي ان معلومات زي اللي انت عرفتيها فجاه دي عادي انها تخليكي مش تختفي 3 4 ايام يعني تطلعي تجري. ايوه بس انا ما جريتش، انا قاعده معاك هنا باكل سجق في الشارع. بس انا كنت متلخبطه، حسيت فجاه ان الموضوع بقى متلعبك كده. هو ملعبك فعلا، بس انا حاسس ان هو يستاهل يعني. حاسس ان هو يستاهل. يستاهل؟ ايه ده مش قادر؟ ايه ده؟ يلا 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 يلا. Oh!
أنا زهقت، زهقت من كتر الإحساس بالتعب، زهقت. أنا ما كنتش تعبانة كده قبل ما أخد الدواء، وقربت أخرج أهو، مفيش تحسن، أنا مش حاسة إن أنا كويسة، مش حاسة إن أنا كويسة. أمينة، العياد والكآبة اللي أنت فيهم دول مش هيخلوك تحس إنك أنت أحسن. حضرتك غريب قوي. انا يعني ساعات بتصدمني من كتر ما بتبقى دبش وبتقول كلام دبش، وساعات بتبقى صعبان عليا وانا بطلع عليك هرموناتي وتعبي، وعارفه انك مش عارف تعمل لي ايه عشان ابقى احسن. العيا والاعراض الجانبيه دي كلها حاجات انا متعود عليها، لكن موضوع الهرمونات ده ملخبطني. مانيش فاهم انت بتعيطي ولا انت بتضحكي ولا ايه بالظبط؟ انا زهقانه، انا تعبت، زهقانه، انا عايز اخرج من هنا، عايز اخرج، وخايف اخرج عشان الزفت ده. انا تعبانه، بص شعري، انا شكلي تعبان وجسمي تعبان. يعني معقوله بقى قادره استحمل كل ده وانت مش قادر تستحمل شويه العياط دول؟ لما كنت في باريس جبتها، كانت عامله حوالي 3000 يورو. ليه؟ هي ساعه بتتكلم لوحدها يعني؟ يا بنتي دي اصلا ماركه غاليه جدا. طيب احكي لي كده عن باريس. اصلا بصراحه يعني لما كنت مضيفه، اكتر بلدين حبيتهم في حياتي كان باريس وامريكا. انا المفروض طالع امريكا الشهر اللي جاي. تعرفي تذكره الفيرست كلاس جبتها بكام؟ أكيد غالية. طب قولي أنت هتروح أنهي ولاية؟ بصي، نيويورك أسبوع، وبعد كده هروح أزور واحد صاحبي في كاليفورنيا. تعرفي بيت صاحبي اللي في كاليفورنيا ده كان تقريباً جايبه من حوالي سنة ونص، تقريباً كان عامل مليون إلا شوية. يعني هو عايش هناك مهاجر؟ أيوة، متجوز أمريكانية وواخد الجنسية. ربنا يوعدنا. يوعدك بعروسة أمريكانية؟ بالجنسية. تعرفي إنك ممكن تاخدي الجنسية في البرتغال لو اشتريتي بيت بنص مليون يورو، وبعد كده بقى تشتغلي وتعملي فلوس وتشتري بيت واتنين وتلاتة، وتعملي بقى تأمين صحي وتلفي العالم، ممكن تحققي كل اللي بتحلمي بيه. تعملي فلوس كتير جدا احسن من